أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني هو استمرارا للدور المصري تاريخيا. وخلال كلمته أمام مجلس النواب شدد مدبولي على أن مصر لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية. أن التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري التاريخي والذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية. أعتقد مصر، مش عايز أبالغ إذا أقول إنها كانت الدولة الوحيدة التي ليس لها أجندة خاصة تجاه هذه القضية، بل على العكس، مصر ضحت وبتضحي وهتضحي من أجل صالح الشعب الفلسطيني، وبتقف يعني على يعني حياد تام وعلى يعني مساواة مع كل الأطراف الفاعلة في الشأن الفلسطيني الداخلي، وبنتعامل معهم جميعا لصالح الشعب الفلسطيني. دي حقيقة واضحة.